السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في 15 غشت من العام 2001 تقدم حسن الفخوري إلى مكتب رئيس أمن مدينة آسفي. كانت 9 صباحا. أبلغ الكتابة بأنه يريد مقابلة الرئيس لأمر هام. لم تمر سوى بضع دقائق حتى فتح له باب الرئيس. حسن الفخوري هو ابن الحاج الهاشمي الفخوري الذي توفي منذ نحو أسبوعين، وكان الحاج الهاشمي من كبار تجار المدينة، كما كان له حضور في مجال الصيد البحري إذ كان يملك عدة سفن. حسن كان الولد الوحيد للحاج الهاشمي من زوجته التي توفيت قبل أزيد من عامين. عائلة الفخوري عائلة محافظة وتحظى باحترام كبير في مدينة آسفي. كان حسن متوترا وهو يستقبل في مكتب رئيس أمن آسفي. لم يكن يستطيع إخفاء علامات الحياء التي علت وجهه، ولكنه ما لبث أن استعاد هدوءه. أبلغ رئيس الأمن بأنه جاء ليسجل شكاية ضد امرأة تدعي أنها أرملة والده وتزعم أنه تزوجها سرا قبل فترة. قال حسن إن والده توفي في 13 من يوليوز من العام 2001، وإن تلك الشابة وتدعى زهور شريد حضرت إلى البيت وقالت إنها أرملة الحاج الهاشمي الفخوري، ادعت أنه تزوجها سرا قبل 6 أشهر. ولتأييد مزاعمها قدمت نسخة من عقد الزواج كان رقم بطاقة التعريف الوطنية لوالده مسجلا بوضوح في ذلك العقد. وكانت زهور شريد ترتدي جلبابا أبيض وغطاء للرأس أبيض، أرملة في حداد. قال حسن الفخوري إنه وحفاظا على سمعة العائلة آوى تلك المرأة الشابة التي تدعي أنها أرملة والده في بيت العائلة. مرت مراسيم العزاء دون أن يثار أي مشكل، وفي اليوم الرابع قالت زهور إنها تريد أن تنتقل إلى منزل والدتها، وزعمت أن الراحل الحاج الهاشمي كان يأتي عندها إلى ذلك المنزل. ذات الرداء الأبيض التي كانت تبدي أسفا وحسرة كبيرين على فراق الحاج الهاشمي لم تغفل وهي تغادر منزل عائلة الفخوري أن تطلب من حسن أن يبادر إلى تصفية التركة ويعجل بالأمر. كانت تصر على تصفية الميراث قبل أن تنقضي عدتها. انشغل حسن بإحصاء تركات والده. مرت 10 أيام وفجأة تفطن إلى أنه من باب البر بالوالد تفقد حال أرملته. قصد إلى العنوان المذكور في نسخة عقد الزواج. لم تكن في البيت، ولكن أحدهم قال إنه خالها أخبر حسن بأنها ذهبت إلى المقبرة لزيارة قبر زوجها الفقيد. ترك لها مبلغا من المال لتدبير شؤونها ووعد بالعودة لزيارتها بعد 2 أو 3 أيام. لما عاد بعد تلك الفترة لم تكن موجودة بالبيت هذه المرة أيضا. قيل له إنها خرجت لقضاء بعض الأغراض. بعد ساعة كانت قد عادت إلى البيت. لاحظ حسن أن الأرملة ارتدت أثوابها البيضاء فوق ملابس لا تليق بأرملة في فترة العدة. لاحظ أيضا آثار مساحيق التجميل على وجهها. كانت مضطربة كأنما فاجأها بحضوره إلى البيت. تصرفات زهور الأرملة الشابة أقلقت حسن. أيقن أنها تكره زياراته ولذلك تفتعل ما يجعله يعجل بالانصراف. في المرة الأخيرة كانت إشارتها أكثر وضوحا. قالت إنها سوف تتصل به هاتفيا إن احتاجت أي شيء. بدا أن وراء الأمر سرا يتعين كشفه. ما كان يعلمه قبل أن تدخل مشهد عائلة الفخوري تلك المرأة التي تتشح بالبياض أن الحاج الهاشمي الفخوري بعد أن توفيت زوجته كان يرفض الزواج من امرأة أخرى. رفض إيماءات وإيحاءات عدد من أفراد عائلته. يذكر حسن أنه بالغ مرة في الإلحاح على والده مع
ما اضطر طبيبه إلى التدخل ليبلغه بأن الحاج الهاشمي لم يعد يقوى على المعاشرة الزوجية. تذكر حسن كل ذلك وأراد الآن وقد رحل والده إلى دار البقاء أن يعلم من الطبيب السبب الحقيقي الذي جعله يقول إن والده لم يعد يقوى على المعاشرة الزوجية. قصد عيادة الطبيب، لما استقبله نقل إليه السؤال الذي كان يحيره. قال له إن والده تزوج في السر من امرأة شابة. استغرب الطبيب، قال إن الحاج الهاشمي الفخوري فقد القدرة الجنسية منذ فترة طويلة قبل وفاة زوجته والدة حسن، وإنه حاول مساعدته غير أن المحاولات انتهت إلى التأكد من استحالة الشفاء. أججت إجابات الطبيب أكثر شكوك حسن الفخوري فيما تدعيه زهور شريد. قرر التحرك، وقبل أن يقصد مكتب رئيس الأمن في أسفي استعان بخبرات صديق له هو رجل أمن متقاعد، طلب منه أن يراقب تحركات زهور. بعد أيام جاء الشرطي المتقاعد يحمل معلومات هامة. قال لصديقه حسن إن زهور شريد امرأة سيئة السمعة في الحي الذي تقيم فيه. لاحظ أيضا أنها تخرج كل يوم إلى شاطئ البحر، يرافقها شاب معروف بسلوكه المنحرف، شوهد وهو يختلي بها في أكثر من مكان. كتم حسن غيظه، لم يرغب في القيام بأي تحرك متسرع، أراد أن تكون الصورة مكتملة لديه. استشار خالته فوعدته بأن تتقصى الأمر. كانت الخالة تعرف المسؤولة عن حمام النساء في الحي الذي تقطنه زهور وعائلتها. قصدت إلى الحمام، ذابت بين النساء، وكانت الطيابة قد أخبرتها بوجود المرأة وأمها في الحمام، كما أنها دلتها عليهما. كانت مفاجأة الخالة كبيرة لما وقع نظرها على أم زهور شريد. لم تكن سوى تلك المرأة التي كانت خادمة في بيت الحاج الهاشمي قبل وفاة زوجته، والتي طردها لسلوك مشين قامت به. كان كل أفراد العائلة يعلمون أن تلك الخادمة بعيد وفاة زوجة الحاج الهاشمي اقتحمت عليه غرفة نومه ذات صباح وبرفقتها فتاة شبه عارية، ولكنه كان صارما وطردها. كان الحاج الهاشمي قد لاحظ في حينه اختفاء عدة ملابس ذات قيمة تعود إلى زوجته المتوفاة، كما لاحظ اختفاء حافظة نقوده وفيها بطاقة تعريفه الوطنية. لم يرد أن يعطي للمسألة بعدا آخر، وسارع إلى استخراج نظير لبطاقة التعريف التي سرقت منه. كان رئيس الأمن في أسفي يصغي باهتمام كبير إلى ما حكاه حسن الفخوري، ولما انتهى إلى ما سبق طلب من رئيس الأمن أن يساعده في الوصول إلى الحقيقة، والتمس منه أن يبقي على الموضوع سرا بما يحفظ سمعة عائلة الفخوري. أوكل الملف إلى الضابط الممتاز أحمد العسري، طلب منه رئيسه أن يباشر الموضوع بعمليتين يقوم بهما فريقه بالتزامن. الأولى إجراء بحث دقيق حول السيدة زهور شريد وعائلتها، والثانية الحصول على نسخ من الوثائق التي استند إليها العدلان اللذان توليا إبرام عقد الزواج، زواج الراحل الحاج الهاشمي الفخوري بالسيدة زهور شريد. وما كاد يحل المساء حتى توفرت لدى رئيس الأمن في أسفي معطيات تؤكد الشكوك التي عبر عنها حسن الفخوري. فوالدة زهور شريد وزوج والدتها معروفان بالتعاطي للوساطة في الدعارة، كما أن الملف الذي استنسخه الضابط الممتاز أحمد العسري من محكمة التوثيق تضمن نسخة من بطاقة تعريف الراحل الحاج الهاشمي الفخوري، وقد تبين بعد مقارنتها مع جذاذات مصلحة التشخيص القضائي أنها مزورة. الصورة التي تحملها نسخة بطاقة التعريف الوطنية لا تعود إلى الراحل الهاشمي الفخوري، بل هي صورة شخص آخر يجري البحث للتعرف عليه. في اليوم التالي اتصل الضابط بمقدم الحي الذي تسكنه عائلة زهور شريد. بعد بحث قصير تبين أن الصورة هي صورة عثمان غريس زوج فاطمة الناموس والدة زهور. عاد الضابط إلى المفوضية
ونقل إلى رئيس الأمن تلك المعلومات. تقرر بعد الحصول على إذن من وكيل الملك إحضار كل أفراد هذه العائلة وتفتيش منزلها. أخذ الضابط الممتاز أحمد العسري مجموعة من أفراد فرقته تعززها الضابطة إلهام الباشوشي، وكانت قد التحقت حديثا بمفوضية آسفي للتكفل بالنساء وتفتيشهن. في الساعة 10 صباحا داهمت المجموعة البيت الذي تسكنه عائلة زهور شريد، وتم تجميع النساء في غرفة والرجال في غرفة أخرى، وكانت عناصر الأمن تحرس كل فئة من الفئتين. بحضور زهور شريد ووالدتها فاطمة الناموس وزوج هذه الأخيرة عثمان غريس، تم تفتيش المنزل المتكون من طابقين. كادت العملية تنتهي دون العثور على ما يفيد، ولكن في لحظة أخيرة وتحت فراش عثمان غريس تم اكتشاف حافظة أوراق وقد لفت بعناية في كيس من البلاستيك تم إغلاقه بإحكام. بعد فحص حافظة الأوراق الجلدية وفتحها، تم العثور بداخلها على بطاقة التعريف الوطنية لعثمان غريس والتي اقتلعت منها صورته، وأيضا بطاقة التعريف الوطنية للحاج الهاشمي الفخوري وقد وضعت عليها مكان صورته صورة عثمان غريس. سيق الجميع إلى مقر الأمن الإقليمي. بدأ التحقيق مع زهور شريد التي ظلت تتمسك وبإصرار غريب بادعائها أنها أرملة المرحوم الحاج الهاشمي الفخوري، وجاءت أقوال أمها فاطمة الناموس تدعمها. بدت الشابة وأمها وكأنهما استعدتا ومنذ فترة لمواجهة المحققين. في غرفة أخرى كان يجري استجواب عثمان غريس، وبصعوبة تمكن الضابط من إقناعه بأن الأدلة التي تم العثور عليها تجعله في مواجهة عقوبة حبسية كبرى إن هو لم يعترف. وهكذا فكت عقدة لسان عثمان غريس. قال إنه متزوج من فاطمة الناموس منذ 3 أعوام بعد أن عاشرها بطريقة غير شرعية 5 سنين. قال إن زوجته لما علمت بأن مشغلها السابق الحاج الهاشمي الفخوري طريح الفراش وأن أيامه صارت معدودة، طلبت منه أن يساعدها في تزوير بطاقة التعريف الوطنية للحاج الهاشمي التي كانت قد سرقتها من بيته قبل أن يطردها. اقتضت الخطة إبرام عقد زواج باسم الحاج الهاشمي الفخوري على زهور شريد ربيبة عثمان غريس. وضعت صورة عثمان على بطاقة تعريف الحاج الهاشمي الفخوري وتم تغليف البطاقة. انطلت الحيلة على العدلين اللذين قاما بكتابة العقد. ظلت فاطمة الناموس تتقصى أخبار الحاج الهاشمي، ولما علمت بوفاته ألبست ابنتها زهور لباس الحداد، جعلتها تتشح بالبياض وقادتها إلى منزل الحاج الهاشمي معلنة أنها أرملته وأنه تزوجها سرا منذ 6 أشهر. قال عثمان غريس للمحققين إنه أخفى الوثائق التي تثبت ذاك الزواج المزعوم بعد أن أحس أن البنت زهور شريد تتعالى عليه منذ أن علمت أنها على الطريق لترث ثروة الحاج الهاشمي الفخوري الذي لم يخلف سوى ولد وحيد. اعترافات عثمان غريس لم تترك لزوجته فاطمة الناموس هامشا كبيرا للاستمرار في الإنكار، وكما سعى عثمان إلى تحميلها القسط الأكبر من الجريمة سعت هي إلى تحميله كل الجريمة. قالت إنها سرقت من الحاج الهاشمي الفخوري حافظة أوراقه للانتقام منه بعد أن أهانها بطردها وابنتها من منزله، وأن فكرة تزويجه من ابنتها زهور وجعلها تلعب دور الأرملة إنما كانت فكرة وسوس بها عثمان غريس. لم تكن ذات الرداء الأبيض أرملة حقيقية، كانت طرفا في جريمة تمكنت الشرطة من كشف كل أطرافها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.